لكم بواحد الكوكيز زوين ديال كيتو دايتس، كوكيز ديال دقيق اللوز والكوك مع الشوكولاط. اذا شنو عندنا في المحتويات؟ عندي نص كاس ديال الزبده مذابه بلديه، عندي ربع كاس ديال سكر ستيفيا، هذا البنات ستيفيا، عندي باكيه ديال الشوكولاط، هذا البنات راه نيغرو وسينا سكر، ما فيهش سكر. الباكيه قطعتها اشنو شيبت منها غير هاد الطريف صافي، هذا هو اللي شيبته منها، وهذا اللي قطعته طريفه طريفه، ما عنديش دوك بيبيت ديال الشوكولا. عندنا الفانيلا، عندي جوج ديال انواع الفانيلا، عندي هذه ناتورال وعندي هذه الاروم، عندي كاس معمرش ديال دقيق اللوز الكوك، وعندي هنايا ثلاثه الكيسان ديال دقيق اللوز وبيضه واحده، وغادي نديرو قبصه ديال الملح طبيعه الحال، وعندنا السكر ستيفيا قبصه ديال الملح. اذا اول شيء غادي نديرو غادي نخدم البيضه، غادي نخدمها مزيان البنات. غادي نزيد لها الزبده، وغنزيد لها السكر باش يذوب فيها. دابا البنات بلا ما غادي ندير هاد الماكينه، غنبقى نخلط غير بيدي بالباستول وصافي. قلبي على الباستول. اذا حبيباتي زدت الفانيلا، زدت نص معلقه من ديك كونسونطري، نص معلقه من الاخرى. دابا نزيد شويه ديال السكر، حيت درت هذاك ستيفيا غبره نزيد هذا ما بغيتوش يجي حلو بزاف، بغيتوش يجي حلو بزاف. دابا غنزيد هذا الدقيق اللوز اللي هنا، باش ندير له كلشي هاد الدقيق اللوز، بغيت نزيد فيه شويه ديال الكوك. باش تجيني شويه ديال النسمه ديال اللوز مع الكوك كتجي زوينه. غادي نزيد الشوكولاط، وغادي نزيد الخمارة، الخمارة ضروري نغربلوها ما تبقاش محببة.
هذا غدوة العيد البنات، باش ما باش ما نبقاش حتى انا محرومه من الكاطو، نحط الكوكيز ديالي. هاهو وجد لي هذا الباك، غادي ندير الصينيه وندير لها الورق، ورق الطهي، وغادي نكور ديالي. انا درت غير بيضه وحده، غنزيد شويه ديال دقيق اللوز، غنزيدو بشويه بشويه حتى تقصح لنا العجينه باش ما تجيناش ميدمه. الا جاتكم قاصحه البنات تقدو تزيدو، تقدو تزيدو الا جاتكم قاصحه تزيدو حليب الكوك اولا شي حاجه كومسا، اولا دقيق اللوز حتى تقصح. اذا درت انا جوج كيسان ديال دقيق اللوز ونصف، ودرت كاس مع مرشه الكوك. دابا بركه عليها هادشي اللي هتهز لي. بركت عليها صافي. اذا غنوجد لها الصينيه البنات، ندير لها الورق الطهي وانتم معايا. اذا نتوما ها نتوما البنات، انا قرشتو كامل ما كيديرش بزاف وسهل، ما كيلصقش في اليد، كيبقى عاد مزيز. ما بغيتش نبزطو بزاف حيت ربما يسيح، ولا فرقوه على بعضياته، ما تخليهوش قارب بعضياته باش حتى لا صح ما يجيش. حنا ما عندنا غرض فيه، واخا يجي بزاف ماشي مشكل. اوكي يلا انا غادي ندخلو الفرن كيخرج ونقدمه لكم حبيبتي. وها هو الكوكيز ديالنا، وجاد غزال ما شاء الله عليه. شوفوا الشوكولاتة كراها دايبه لداخل، مزوينتو المذاق، ما نقولكمش الريحه غزاله. راه مازال سخون البنات، خليته يبرد ونديرو في قرعه ديال الدجاج ونخليه فوق. ما ترشق لي نبغي شي قبيطيه غادي نجبد، جا محمر لا من الداخل ولا من برا ولا من تحت. هانتوما البنات محمر غزال، ماشي بالدرجه الاولى يعني، ماشي من الضروري يكون فيه الدقيق. ها هو دقيق اللوز والكوك، ها هو درنا به حليوات زوينين بالشيكولا، كوكيزات زوينين العيد. حتى انا نحتفل، حتى انا نحتفل، واخا دايره الدايت نحتفل حتى انا، وما نتحرمش من الكوكيز من الحلوى. يلا حبيبتي مع السلامه، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. مع السلامه.